الوصفه هذه غادي اللي غنستعملوها نستعملوها في شكل حمام، يعني باش نخليو الجسم كله يستفد من هذه الوصفه هذه. وهذه الوصفه كيمكن نستعملوها حتى الاطفال، لان كنعرفوا حتى الاطفال في هذا السن هذا كيكون عندهم واحد يعني حركيه كثيره وكيكون عندهم تعرق. وهذه الوصفه غادي ناخذوا فيها قشره ديال البرتقاله، 100 غرام ديال الريحان. اذا من نمشيو عند المشابه ناخذوها نقول لي حسبوا لي يعبروا لك 100 غرام ديال الريحان، قعقله معلقه كبيره، والزعتر كناخذوا منه معلقه صغيره. هاد المكونات كاملين شنو كنديروا لهم؟ كنطبخوهم في طرون نص ديال الماء حتى كيطبخوا مزيان، كنخليهم ليله حتى كيطلقوا، كنصفيو هاد المحلول هذا في واحد القرعه اللي ما كتكونش كتدخل اشعه الشمس، كنخليوه في الثلاجه. من بعد شنو كنديروا؟ كناخذوا كاس صغير من هاد المحلول وكنخلطوه مع الماء الساخن، يعني درجه الحراره اللي غنستحملوا داك اللي غادي نستحملوا داك الماء. ومن بعد ملي كنغسلو وكنساليو وكنخويو علينا كتشليله الاخرانيه، كنخليو واحد 5 ديال الدقائق ومن بعد عاد كنشفو. هذه العمليه الا قدرتوا ديروها حتى 3 المرات في الاسبوع كان احسن، ولكن على الاقل مره واحده في الاسبوع وكتداوموا عليها. هذه المكونات هذو اللي عندنا هي مكونات اللي كتوازن لنا التعرق والافرازات ديال التعرق، وكتخلي الغدد العرقيه تخدم بواحد الطريقه طبيعيه. هذه وصفه للسيدات اللي محتاجين لهذا المساعده باش ينقصوا من الحده ديال التعرق في فتره توقف العاده الشهريه. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.